أنا خلي أقوم له يعني يسوى القومة هذا. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أحيي لأنه يأتي من أرض دفنت فيها أخت العميد. من ذهب وأكواب. فتحت له الحياة أبوابها وخيرته بين طريقين. من أرض الرضا المرتضى جئت إلى أرض الفضل والشهادة والكرم والعطاء. إنه لكم عدو مبين. دخل من غير استئذان إلى قلبي. كم ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. كنت أعاني من التهاب الحبل الشوكي مع أداء إلى شلل نصفي تام. حولت هذه المحنة إلى منحة. رب العرش أسماك.